السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تشوفوا أنا كنت واجد هنايا في منطقة التزاغي تقريبا هنايا، يعني منطقة ديال الفاكهة ديال المزاح أو الزعرو. كما تشوفوا هنا هذه المنطقة معروفة بهذا الفاكهة ديال المزاح، يعني الموسم ديالها ديال الجن ديالها. إن شاء الله غادي ندير واحد الجولة لداخل كما غادي تشوفوا، وراه عندهم هذه المنطقة معروفة بالجودة ديال هذا المزاح هذا اللي غادي نعيشوا هذه الأجواء ديال كيفاش كيجنيوها لداخل في المنطقه لداخل وفي جنانات تزاغين. ان شاء الله كاين تقريبا منطقه تغاسروت زقزل تزاغين، كاين واولود كاع هادو معروفين اللي واحد النسبه واحد الاكتارات كبيره ديال المزاح اللي كينتميو ليها، واللي عندهم بزاف يعني الاكتارات ديال المزاح اللي معروفه هذه المنطقه ديال تزاغين تغاسروت زقزل واولود، كلشي هذه المناطق هادو معروفين بالمزاح. ان شاء الله غادي ندير واحد الجوله لداخل هنايا كما راكم تشوفوا هنايا، ندير واحد الجوله لداخل هنايا في هذه المنطقه ونشوف المزاح فين راه واصلوا. يعني راه وقت الطياب راه طايب، يعني صافي السوق ديالو طايب، ولكن مجيت تغاسروت يعني قريب لزكزل، يعني مازال باقي خضر تما راه عاد، لان كاين واحد البروده تما مازال ما طابش. ولكن هذه الجهه ديال تزاغين واولوت راه طايب يعني الحمد لله، وراه داخل الاسواق وراه داير الثمن. وان شاء الله غادي نكتشفوا مع هنا لداخل في رمي القطو ونضرب واحد الجوله عندهم ان شاء الله بحول الله. خليكم مع الفيديو غادي تعيشوا مع اللحظات ديال هذه الفاكهات المزاحه والزعرور هنا ان شاء الله بحول الله. الى اللقاء، واللي اول مره يدخل القناه تدخل يشارك في القناه وتعطينا الاراء ديالكم والتعليقات ديالكم باش يوصلكم ديما الجديد بحول الله ان شاء الله. الى اللقاء، المهم خليكم مع الفيديو ان شاء الله حتى للتالي ديالو ان شاء الله. كما كنتوا تشوفوا المنطقه تمتاز بواحد الطبيعه واحد المناظر زعما الصراحه خلابه، واحد المناظر الحمد لله على امطار الخير اللي عطاها لنا ربي في هذا الشهر الاخير اللي كل الانسان كان قطع الامل، ولكن الحمد لله ربي كبير عطانا هاد الشتاء هادي. وان شاء الله كلشي الفلاحه فرحانين والمناظر مزيانه والطبيعه وكلشي كاين موجود ان شاء الله بحول الله. خليكم مع الفيديو، الى اللقاء، مع السلامه. تبارك الله عليك السي احمد. ياك الدعوه مزيانه؟ ياك بخير موجود؟ موجود. كيفك داير؟ مزيان. الدعوه زينه؟ ايه الدعوه زينه. زينه زينه الحمد لله. يلا روحي. مزيان يا الدعوة مزيانة؟ لا كاين طبيعة مليح خير الحمد لله. المزاح راه يخرج شوية يمكن ياك؟ السوق قريبا اللي راه يدفع دوك راه يدخلوا الناس راه يخرج ما كيخرج. حتى الطياب راه يطيب اليوم، راه يطيب راه يطيب مع هاد الشتا اللي جات راه يطيب راه يطيب، خصو يتلقط الطرق في هاد الوقيتة هذا. هذا المنظر معصح ما يكون معصح. الشمس كل شيء عاد يغري. يبغي نشوف كدر فيه الشمس دوك. واش كل اسبوع يبدل الفرقه واش انا مخرج؟ لا عمي قال لي رزق راضي قال لي خاش ولكن ما يلبسش علاش تروح؟
ولا هذه؟ لا عمي هذه هذه. هذه؟ أمرك يا أمرك يا عمي. ترى ما فيهاش عمر. هذا واش كملها؟ زرع ميري هذه شو بيدوها؟ علاش؟ معاك؟ تقولي انا نروح نكمل داني هذا ساعة قال لي زرع. اخر سنة اذا زقت يا ساكن فيه. تبارك الله الخير موجود. الله يبارك فيك. تحت. ١٨ اللي كيدير فيه يا 1800 1400 ولا 1800 اللي كيدير اسمح لي بيا واش نتا تكوماندي فيهم نقول لهم يسوقوا ما يكوماندي هو اللي كوماندي انت القاعه الثانيه دير محل ذاك راك عارفه اللي سمحوا فينا ما كاين لا عماله ولا كل شيء سمحوا فينا حتى واحد ما هذا واش كملها؟ زهر ميري هذه شو بيدوها؟ علاش؟ معاك؟ تقول لي انا نروح نكمل داني هذا ساعة قال لي زهر اخر سنة اذا رزق هذه جديدة ولا هذه؟ لا عمي هذيك هذه هذه أمرك يا أمرك يا عمي ترى ما فيهاش عمر
البارح اللي فتيتها شفت شوي اللي راه في التجربة البارح اللي فتيتها شفت شوي اللي راه في التجربة العيد شوية شي الدورة ولا والو الفيلم تاع الاخر والريح مع راسي لكي يحيى انتم ممكن ما تديروا